انا اخر حاجه عايشه انفصلت الديناصورات وهو الكومودو. لا تلمس النمور يمكنهم العض. وده نوع تاني منه، يعني نوع تاني كده لونه غريب ابيض في اسود. موضوع رهيب يا جماعه، انت تكون قريب من النمر بالشكل ده موضوع فيه مخاطره رهيبه يعني. النهارده هنشوف مع بعض واحده من اكبر حدائق الحيوان في العالم. احنا في اندونيسيا وتحديدا في مدينه بوجر عشان نكتشف واحده من اكبر حدائق الحيوان في العالم، وهي تمان سفاري بوجر. فتعالى مع بعض نكتشف ايه اللي موجود جوه. وانت في طريقك لجنينة الحيوانات بقى بتلاقي الناس ديت بتبيع ايه؟ جزر وموز، عشان خاطر لو انت عايز تاكل الحيوانات فتقدر تشتري بقى اللي انت عايزه من هنا، بس انت مش طول الوقت جوه الجنينه تاكل الحيوانات وقضي وقت ظريف. فاحنا اشترينا ايه؟ شويه جزر خفيف كده وشويه موز كده على الهادي. بص الموزه عامله ازاي؟ ظريفه خالص. اوكي ثانك يو. شويه قهوه كده عشان نفوق. دي سنو شوجر. دي مكسيه. وديت طبعا عشان احنا صاحيين الساعه 7 الصبح وقفنا كده نجيب شويه قهوه عشان نفوق ونعرف نكمل يومنا صح. نشرب قهوه ونخش على طول على حديقه الحيوانات. هنا بقى اول مرحله بتبدا تخش بالعربيه بتاعتك زي الناس كده، تقف في الطابور وتتمشى بالعربيه تتفرج على الحيوانات. هنا اسعار بالنسبه للاجانب الويك اند 450,000 اللي هو 900 جنيه، اندونيسيين 255 يعني 500 جنيه. عشان هم هنا بيحبوا الباندا جدا، على البوابات كده تماثيل للباندا دمها خفيف جدا. طبعا كميه زحام وكميه عربيات غير طبيعيه، وده يقول لك حاجه بقى، ده يقول لك ان المكان جوه اكيد رهيب. بص قدامنا الطريق عامل ازاي، هنا كل اللي على الجنب ده مستني دوره عشان يخش. قصه زحمه. تاخد الازاوره دي تلبسها حوالين ايديك، تفضل لابسها طول الوقت جوه. برده بيديك حاجه ظريفه جدا وهي البروشور دوت، فيه شرح لكل حاجه هتشوفها جوه وخريطه المكان، وهنا الشو واوقات عرضه عشان خاطر انت تشوف انت بتفضل ايه وتبدا تنسق وقتك على الحاجه اللي انت عايز تتفرج عليها. فتنظيم ظريف. خلينا نشوف جوه الدنيا عامله ازاي. المكان من جوه مقسوم لاكتر من جزء، في جزء تمشي بيه بالعربيه تعدي على الحيوانات وتاكلها وتتعامل مباشره مع الحيوانات وتشوفها قدامك وتتفرج على عروض غريبه كده هنشوفها برده ما تخش جوه. اول حاجه بتشوفها طائر الفلامينجو. بص هو واقف كده مسترخي بالشمس الظريفه ومستمتع. طبقا بقى للخريطه اللي هنشوفه بعد كده ايه، هو سيد قشطه والجمل. فيلا بينا. في هنا على الشمال برده بيت الجمل، بس الجمل ده هنا بقى بصنمتين وعنده فرو وشكله غريب جدا، اول مره اشوفه صراحه. فعامل زي اللي بيجي في كرتون، تشوف كده في الكرتون دايما الجمل ابو صنمتين، شكله جامد. عندك هنا في فرس النهر او سيد قشطه زي ما احنا بنقول عليه في مصر، نازل بيديها عم بقى في حمام السباحه بتاعه ومروق على نفسه تماما. في هنا بقى جمالين هناكلهم بشويه الجزر اللي احنا اشتريناهم واحنا داخلين الجنينه. الجمل شكله غريب يا جدعان، يعني ضخم جدا. بص حجم الجمل، الرقبة بتاعت الجمل ضخمة جدا ويعني شكله رهيب. تعال تعال ما تتكسفش. هتعرف؟ نو نو. ازيك كفاية اعمل لك ايه؟ هوبا. هنا برضو فيها على الشمال كده اسرة افيال لطيفة. طبعا انت ممنوع تنزل مع عربية في اي مرحلة من المراحل اللي احنا ماشيين فيها ديت، يعني احنا بنتفرج على الافيال على الاسود على النمور، الطور اللي انت وانت قاعد فيه في العربية قدام المرة انت تفتح الباب فيه تماما. في اسرة افيال على اليمين برضو ايه؟ دمهم خفيف جدا. يعني هنا شكلهم واضح جدا قريبين منك جدا جدا، دي مامتها ودي بنتها. هنا في غزال صغير برضو سايبينه، يعني مفيش اي سور او اي حاجه، التحكم فيه سهل يعني. فهنا سايبين الغزال براحته قاعدين بقى بياكلوا مروقين على نفسهم. بقى هنا انا معرفش ده جاموس وحشي ولا ده تور، يعني ده نوع من انواع التيران ولا ده جاموس، لو حد عارف اكتب لنا في الكومنتات. شكله غريب جدا صراحه، القرن بتاعه رهيب يعني شكل غير عادي. اعتقد بقى المحطه الجايه هي الاسود، فربنا يستر. متاح ان انت تاجر فيل زي كده تقعد زي الناس اللي قاعده ديت، الاطفال بيحبوا الكلام ده جدا. في هنا بقى ميه صناعيه كده كانك ماشي وسط نهر تعيش بقى الاجواء بتاعت الغابات. من الحاجات الظريفه اللي ممكن تعملها برده في جنينه انك تنزل من العربيه وتقف هنا تاكل الزرافات او تتصور معاهم، فالاجواء لحد دلوقتي ظريفه ودمها خفيف جدا. هنا برده في القرد اللطيف دوت بيلعب ورق الشجر ودمه خفيف جدا صراحه. الغزال هنا شكله رهيب يعني كبير جدا جدا، وايه واقف قدامك كده عادي، تبقى معدي كده بالعربيه وهو قدامك، يعني اكبر غزال شفته لحد دلوقتي. هنا في حيوان لطيف جدا انا مش عارف اسمه ايه، بس دايما كنت بشوف الفيديوهات بتاعته كده على التيك توك، غريب جدا. هنا الزبرة او الحمار المخطط، لكن الخطوط بتاعته مش بيضاء وسودا زي اللي احنا بنشوفها في مصر، هنا حاسس خطوط فيها بني شويه وشكل مختلف عن اللي احنا واخدين عليه. دمه خفيف والله يعني امور. بس كده تديله جزرايه عشان ايه؟ يضرب. بص فاتح بقه جاهز على طول، جاهز للاكل. ايوه بقى. وفي هنا مجموعة نسانيس لوحدها كده، تقدر برضو القرود هنا تاكلها موز او حاجة زي كده، برضو القرود سايبة وبتتحرك براحتها والدنيا لطيفة. طب بيبص لي وبيبص للموزة ليه كده؟ في هنا شوية ميز صغيرين دمهم خفيف. في مشكلة هنا في جنينة الحيوانات ديت انها كل الحيوانات مكتوب اسمائها باللغة الاندونيسية، فأنت ما بتعرفش الحيوان ده اسمه إيه، يعني أنا بشوف حيوانات غريبة أول مرة أشوفها عايز أعرف اسمها إيه، ولكن ما بعرفش لأن الاسم مكتوب بالاندونيسي. ده خنزير بري أعتقد مكتوب بص بالاندونيسي إيه؟ بابيروسا، لكن برضو شكله غريب موت يعني. هنا بتتمشى وسط الاسود، يعني داخل بقى عربيه وسط الاسود. طبعا الحركه اللي احنا عاملينها دي حركه مش ظريفه ان انت تفتح الشباك، ولكن يعني كنا عايزين نتفرج بشكل اوضح. قاعد على الصخره بتاعته ممدد ومظبط اموره. فكره ان انت تمشي وسط الاسود بالشكل القريب قوي قوي ده، يعني مثلا انا بتخيل لو في حد معاه اطفال او حاجه والاطفال اتغابت وفتحت الباب ولا حصل اي حاجه، فالموضوع في غايه الخطوره، مش سهل تماما. احنا لو فتحنا الباب حرفيا احنا مع الاسد. بص بيعمل استرتشات على الشجره قدامك على طول، يعني قاعد على الصخره بتاعته وانت جنب الصخره تحتيه بالظبط، يعني فكر ان هو ينط على العربيه. القصه انتهت. الحته اللي احنا ماشيين فيها دي كلها مليانه اسود، يعني كل الحته دي
عباره عن ده بيت الاسود وانت في عربيتك بتتمشى جنبهم. هنا بيت النمور نفس قصه الاسود اللي قاعدين وانت بتعدي بعربيتك وتتفرج عليهم براحتك وما فيش بينك وبينهم مسافه غير يمكن 3 متر او حاجه. واحد برضو ايه مريح هنا جنب العربيات عارف من الصغير الظريف ده. موضوع رهيب يا جماعه انت تكون قريب من النمر بالشكل ده موضوع فيه مخاطره رهيبه يعني. يتمطع جنبك مفيش بينك وبينه غير باب العربيه. الموضوع مخيف مش سهل تماما يعني. ومن حاجات الخطر جدا هنا الخرتيت. يعني انت هنا قريب جدا من الخرتيت على بعد امتار منك تعدي بالعربيه بتاعتك قدامنا على طول بياكل وكده وظبط الدنيا. ما اعرفش ده لو اتعصب او فكر ان هو يجري على العربيه مثلا او كده الموضوع مش سهل تماما يعني. سواء بيقول لنا اكله يعني مش عارف انا اكل خرتيت ازاي. انا اول مره اعرف ان الخرتيت بياكل جزر. ده بالنسبه لي غريب. اعرف ان هو متوحش شويه او ان هو عنيف شويه ولكن ده بالنسبه لي مفاجاه يعني. ادام انت طلعت طيب بقى اخر جزرية بعد كده نشوف الحيوان التاني بقى ايه. الخرتيت طلع طيب يا جدعان. الخرتيت بياكل جزر عادي وما بيهاجمش وما بيعملش حاجه. شكله مخيف والقرن وبتاع. انا شفت ليه فيديوهات قبل كده ان هو بيخبط العربيات وحاجات لكن ده خرتيت طيب. هنا برضو في غزال صغير بيجي لك عند العربيه تقدر ان انت تاكله براحتك. مش عايز ليه زعلت ولا ايه بس اهو خلاص اديها لك والله. انا شايفك اخر مع العربيه اللي قدام ورا بنانا. بص كلم موز على طول. الجزر لا. بص بياكل قشر الموز برضو. جولة بقى مكان بتاخد وقت طويل والزحمة بالذات لو انت موجود في يوم حد زي اليوم اللي احنا فيه التحرك بيبقى صعب جدا. فاحنا كل ده لسه في المنطقة المفتوحة بتاعت الحيوانات ما شفناش مثلا لحد دلوقتي قد تلت الجنينة. فاحنا برغم ان احنا صاحيين من 7 الصبح وتحركنا من جاكرتا لحد هنا الساعة 7:30 تقريبا ولكن برضو لسه ما خلصناش تلت الجنينة. خلينا نكتشف المكان مع بعض. هنا برضو في الدب شكله لطيف جدا ودمه خفيف بس انها مش مؤذية يعني مش عارف ليه. حجمها صغير مش كبير قوي مركز معانا بشكل غير عادي عمال يبص على العربية وبص ايه اللي قاعدين دول بيعملوا ايه. غريب. الدب بياكل موز. خلينا نديله شويه موز كده نشوف. طب بتاكل ايه يا اسطى بس في ايه؟ طب بتسالي كده ليه؟ انا في مجموعه قرود كده دمها خفيف تلعب بقى ومقضيها وبتروق على نفسها لكن ممنوع انت تنزل من العربيه تقرب منهم يعني. انا نفسي اقرب واشوف الدنيا ماشيه ازاي ولكن القصه صعبه يعني الموضوع مش سهل تماما بس الاجواء ظريفه. هنا برضو سيد قشطه جنبك بشكل واضح جدا تقدر تاكله. بص بالنسبه له الجزرايه دي سناك يعني انه كده ما اكلش خالص بس رجليه اموره والله. حيوان لطيف جدا صراحه. انا شكله من قريب غريب. كل ما بنمشي نشوف حاجات اكتر يعني تهيالي ان انا خلاص قربت خلاص الجنينه ولكن الجنينه كبيره جدا واسعه جدا الموضوع ما بيخلص. ده برده حيوان اللاما. هنا لاما كتير في كل حته. طبعا انت يتهيالك ان بعد كل اللي احنا شفناه ده ان احنا خلصنا. لا احنا ما خلصناش خالص. يا رب مع الوقت دوت نلحق ان احنا نكتشفها ونشوف بقيه الحاجات. تقدر هنا قدام الفيل على طول تنزل تاكله براحتك. جيب بقى جزر او اي حاجه من الحاجات اللي معاك وتاكله وده شيء ظريف. دخلنا حته هنا اسمها البيبي زو فيها حيوانات صغيره اولاد الحيوانات الصغيرين هتلاقي هنا الاطفال البيبيهات بتاعه الحيوانات. خلينا نكتشفها. عندك هنا كونغر صغير نايم. في هنا حيوان لطيف جدا اسمه حيوان الليمور اللي هو مشهور في فيلم مدغشقر بشخصيه كينج جوليان. لا تلمس الليمور يمكنهم العض. شايفين قاعد هناك كده ومروق الدنيا. وده نوع تاني منه يعني نوع تاني كده لونه غريب ابيض في اسود. وهنا برضو في فهد كده دمه خفيف. وفكره بقى ان انا اعرف مش عارف ليه حاطينه في البيبي زو يعني ده محطوط في البيبي زو على اساس ايه انا مش فاهم يعني هل ده الصغير بتاع الفهد. هنا برضو انت معدي شوف النمر الابيض شكله غريب جدا صراحه يعني اول مره في حياتي اشوف نمر ابيض رهيب. الجوله لحد دلوقتي صراحه رهيبه وممتعه جدا. انا من محبين الحيوانات فبالنسبه لي الاجواء دي تحفه واعتقد كمان الاطفال ممكن يحبوا حاجه زي كده جدا يعني الموضوع مثير. في حاجات كتير جديده وحاجات كتير لطيفه. برضو هنا في منطقه العاب للاطفال ظريفه جدا. الاطفال برضو ممكن يجوا هنا يلعبوا يتبسطوا. في العاب كتير والدنيا دمها خفيف. المكان كله كانك ماشي وسط غابات يعني ما بتنزل تتنقل ما بين حته وحته. انت ماشي ما بين اشجار ضخمه جدا مقسمين مثلا القرود لوحدها وفي البطريق دلوقتي لوحده هنشوفه. برضو واحد من اذكى القرود اسمه اورانتان. يعني بص شكله عامل ازاي. يعتبر من انواع القرود الذكيه جدا. بقى مريح بياكل اكل غريب ما اعرفش بياكل ايه صراحه. بص ازاي. اللي عجبني هنا في المكان ان انت قريب للحيوانات بشكل رهيب يعني شايفهم بشكل كويس قريبين منك شايف تفاصيل كتير. سبحان الله القرود ديت يعني كائنات جميله. نظرات القرد هنا قريبه من نظرات البشر قوي يعني. بص ازاي. في هنا برضو ايه بيت البطاريق يعني شكله ظريف جدا. خلينا نشوفه من جوه. هو يعني على شكل السفينه ديت وجوه بقى تقدر تتفرج على البطاريق. برضو الناس بتخش عشان تاكلهم وتقضي وقت ظريف معاهم. هنا برضو في شرح كامل عن حياه البطاريق وازاي بيعيشوا وكل التفاصيل عنهم. في هنا حيوان غريب جدا اسمه بنتو رانج. شكله عامل ازاي يعني انا مش عارف ده عباره عن ايه. اول مره اشوف الحيوان دوت على اليوتيوب ولا على اي حته. شكله غريب جدا ورهيب صراحه مش عارف ده من فصيله ايه. كل الكلام بالانجليزي فانت مش هتفهم حاجه ولكن ممكن تعمل سيرش بقى بعد ما تروح او كده عن الحيوانات الغريبه اللي زي كده. هنا برضو في بيت الكومودو اكبر سحليه في العالم. وهنا اخر حاجه عايشه من فصيله الديناصورات وهو الكومودو محبوس ولكن ده لو خرج يعني ممكن يعمل مشاكل كتير. شكله غريب وكبير بشكل غير منطقي يعني اعتقد ده ممكن متر ونص تقريبا حاجه زي كده. طبعا كميه طيور غريبه جدا. وبص يعني هو مش خايف منك خالص. الطائر ده انا مش عارف اسمه ايه ولكن انواع طيور كتير جدا وغريبه جدا زي الطائر ده بس مش خايف خالص فاهم. غريب بشكل مش منطقي. يلا نكمل. طبعا كل نص ساعه
في شو زي دولفين شو زي سي لاين شو كاوبوي شو وحاجات تانية كتير، ولكن احنا رايحين نتفرج على الكاوبوي شو. هنا المكان بتاع الكافيهات والاستراحات وكده، هنا الباص دوت بتركبه عشان خاطر يوديك عند اي شو انت عايز تحضره، لان المكان كبير جدا، ففكره ان انت تتنقل على رجليك وسط المكان ده بيبقى مرهق جدا ومتعب جدا. لازم يوفروا حاجه زي كده، خلي التنقل بتاعك جوه المكان اسهل واسرع. وصلنا عند منطقه الكاوبوي شو. الفكره بقى ان هنا المكان كله واخد ستايل كاوبوي، يعني تلاقي كده مطاعم واخده فكره المطاعم القديمه بتاعه تكساس بقى، الحاجات الكاوبوي وكده. عارف حصان هنا عليه كاوبوي عشان ايه؟ يحسسك بالاجواء، في بذل مجهود والدنيا ظريفه والاجواء جامده جدا. المطعم صراحه ظريف جدا، وكل شغالين لابسين كاوبوي، وفي هنا وونتد، يعني في شخص كده هنا مطلوب $500، يعني رقم قليل جدا صراحه. انت تبقى مطلوب ب $500 ده اهانه. المطعم شكله ظريف، فطلبنا شويه اكل كده لحد ما الشو يبدا، وبعد كده نروح نتفرج على الشو. الاكل وصل بقى، فخلينا نجرب البرجر بتاعهم. سيء جدا، ما عجبنيش تماما، تحس ان البرجر حادق لابعد حد، الصوت خربت له الدنيا خالص. خلينا نجرب بطاطس، بس شكلها ظريف والله. البطاطس بتاعتهم معقوله. نجرب عصير البرتقال. عصير البرتقال هو اجمل حاجه في اللي احنا طلبناه. خلص الاكل ونروح نتفرج على الشو. كده شفنا مع بعض واحده من اكبر حدائق الحيوان في العالم. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.